السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم مصري أفزت، حلقة جديدة على مدونة ديزاتا. اليوم سنقوم بشرح الطريقة التي يستعملها الهاكر لتشويش على القنوات الفضائية، كأي قنوات فضائية مثل NBC أو أي قناة تعرفها على التلفاز. قبل كل شيء سأنوه أن هذه الحلقة عبارة تعليمية، وأنا غير مسؤول عن أي استعمال خارج عن نطاق الدرس. أول شيء سنقوم به في هذا، تجدون الرابط هذا أسفل الفيديو، ندخل إليه ثم مثلا نجده نحن .com أو .com، ندخل إليه. عند الدخول إليه نختار هنا أو القارة في أي قناة تلفزيونية، في أي قارة، مثلا نحن نختار أفريقيا، ثم نختار أي بلد، مثلا سنختار غانا. وعند الدخول نجد العديد من القنوات الخاصة بها في هذه البلد، مثلا سنختار هذه القناة، وبعد أن نختارها نجد هنا فريكانس أو التردد، نقوم نحن بنسخه، نضغط على الزر الخاص بدخول شريط القوائم، ثم نضغط على الآن أو نوجد أي طريقة على السي إن دي. بدل وجود السي إن دي نكتب بينج، ونقوم بالضغط على فاست، ثم نضغط على إنتر، ننتظر إلى أن ينتهي. أولا كل شيء هذا لا يهمنا، فقط يهمنا هو هذا بينج أو البينج نمبر، هذا الخاص به في هذه القناة. نقوم بإنزال هذه. أول قبل كل شيء هنا تجد هناك في بعض القنوات تجد العديد من الساتلايت، كل ساتلايت هو فيه قناة خاصة به، لذلك إذا كنت تريد أن تشوش فعليك أن تختار أنف ساتلايت وترسل ساتلايتات أو الخاص بالملف الذي سنصنعه الخاص بالساتلايت الآخر إلى أصدقائك. وقبل كل شيء لن تستطيع أن توقفها وحدك، يجب أن يكون تعاون بين مجموعات. أول شيء بعد أن حصلنا على هذه نخرج من كل شيء، نقوم بفتح ملف دوت تكست أو الخاص بالنوت باد، نكتب بينج ناقص تي، ونعيد كتابة هذا الكود 0.0.15.4 أو 47، ثم نضغط على Save As، نغير هذا مثلا نكتب dfc.bat، الصغر يجب أن تكون bat، وهنا نجعله alpha، نضغط على Save. بعد الضغط على Save قد ظهر أن نخرج من كل شيء لا نحتاجه، ظهر هنا لنا ملف، هذا الملف هو الذي ستقوم بإرساله إلى أصدقائك، هذا هو ليقوم بالهجوم على القناة. بعد اختيار الملف نضغط عليه ونرسل لأصدقائك حتى يتم تشويش على القناة. كما ترون ها هو يعمل بينجينج تسمول فايل جينيرال فايلر، هذا هو التشويش الخاص به. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، بعمل اشتراك في قناتنا، وإلى اللقاء.